دين تلك الضربة المشومة التي أحدثت جرحا مهولا في رأس علي بن أبي طالب ولي الله الأعظم بعد رسول الله. شافت هذا كله وعاينت المصيبة وعايشتها بكل أحاسيسها وجوارحها، وشاهدت الكبد المتقطع في ذلك الطشت، لكن بعد ذلك لا توصف لحال زينب. لا أنا ولا أنت نقدر نقول شنو حال زينب. زين يوم اللي شاف عايشت مصيبة كربلاء، ذيك حالة استثنائية، حالة استثنائية، حالة استثنائية بكل المقاييس وبكل الموازين والضوابط، ماكو مقارنة أبدا. في ضحوة من نهار تفقد الأخ العزيز على قلبها حجة الله على وجه الأرض، وتفقد الكفيل، وتفقد الابن العزيز، وتفقد الشبيه لرسول الله، وتفقد ابن الأخ وأبناء العمومة، وتفقد الطفل الكبير الطفل، وتفقد الكبير، ماكو أحد بعد بقى. مصائب متنوعة متعددة في ضحوة من نهار. أي قلب هذا الذي يمكن أن يتحمل؟ أي قلب؟ ما غير ذلك القلب الذي سكنه الإيمان فاستوطنه، اتخذه موطنا، هي سكينة الإيمان الكبرى والعظمى. وإلا بغير هذا ما يمكن، ما يمكن التحمل أبدا. تقدر تتحمل وهي تنظر إلى ذلك الخبيث يتربع على صدر الحسين؟ ما أريد تفاصيل هذه المصيبة، مؤلمة بعد، ما أريد كلها عنك. شلون زينب تتحمل كل ذلك؟ وعايشت من بعد قتل الحسين، أي فجائع وأي مصائب بعد كلها اللي جرى عليها زينب. يا أم المصائب، يا كعبة الرزايا، ايش تتمنين بعد كل اللي شفتيه وجرى عليك؟ الله يرحم الملا عطية يقول على لسان زينب كانها تحكي وتتمنى هالأمنية عالليلة الحادي عشر، تقول تمنيت يدوم الليل ولو هالحالة القشرة ويوم 11 يوم الشوم ليت لا طلع فجرا. ليش يا زينب تنادي طلع لي الضوى ولاحت جنايزكم على الغبرة؟ يا تفتت وإذا ابن سعد وجماعته دفنوا قتلاهم، تركوا بس جسد الحسين وأجساد الأحبة. فأقبلت إلى اللعين والتفتت إلى من معه، لعله فيهم شيء من رجاء، من مروءة، من شهامة، بقي منها شيء. تقول أما فيكم رجل مسلم يواري جسد هذا الغريب؟
وإذا اللعين ينادي بقومه أجيبوا نداءها ماذا نفعل؟ قال لتركب عشر من الخيال فتطأ صدر الحسين وظهراه أقبلوا جددوا حوافر خيولهم وجاءوا للجسد الطاهر يقولون غطوه بشيء من التراب وأقبلوا إلى خيولهم وغمضوا أعينا. ليش؟ يقولون الخيل ما تدوس جسد آدمي دين تشوفه قدامها تتباعد إلا إذا تفاجأت به، ولهذا حتى يكون أشد وطئا للحوافر لحوافر الخيول الأعوجية. وأقبل عشرة من أبناء الزنا صعدوا على تلك الخيول فأقبلوا صاعدين نازلين على جسد أبي عبد الله حتى سمع تكسر أضلاعيه وزينب واقفة تنظر ما يجري على العزيز. صاحت وأخاه وحسينا عاد ليموت يجيه دفان يحفر قبور ويفصل أجفان ما شفنا ليموت يضل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان نادي لا بارك الله فيك من خيل دستي على التورات دستي فوق الإنجيل دستي على برد حواح دستي على كف حوا بردة التشكيل جثمان قدس ما تشاكله البرية وحسينا ثم أقبلوا إليهم بالجياد العجف الأزيلة وأجبروهم على الخروج من تلك الديار وترك أجساد الأحب صرعى على البوغاء. زينب كان وآلم هذا ليك شلون تطلع والحسين بلا تجيز تلتفت إلى الحسين سلام الله عليه فتقدم له عذرها أخي أبا عبد الله سامحني أخي يا نور عيني وددت أني أبقى معك في هذه الأرض ولو أن وحوش البر تأكل من لحمي وتنعش من جسمي لكن ما أصنع والأمر ليس بيدي أخرج بغير اختيار مني. تقل يا خويا لا تقول ما عندي مروة ولا تقول ضيعت الأخوة أنا ما أخوذتني يا حسين قوم ما تدري الشمور بي السق
سقط علمتوني تلاوى وويلاه وتلتفت ناحية العلقمي إلى الكفيل تقل أخويا من تلي جبتني وبيدك يا أخويا ركبتني دق عيد يا أخويا وشوف ماتني ترى سياط زجر وارمتني فلا ترى من مجيب ولا ملبي لصرختها وندائها يا يا أنا اللي ضيعني الوالي وخلاني غريبة لا أهل عندي ولا بلد يمي غريبة ويلي عني دعوة يا علي يا مطول الغيبة ما تنجف زنايب وياها هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها يا الله نسألك وندعوك بمحمد وآله الطاهرين اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا تب علينا أنك أنت التواب الرحيم وأن الحاضرين احفظهم فردا فردا اقضي حوائجهم ارحم موتاهم شافي مرضاهم اغني فقراهم يسر امورهم سهل مطالبهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك وأجرهم على ذلك بأفضل ما عندك اللهم صل على محمد وآل محمد وأغث شعث محمد وآل محمد في كل مكان فرج اللهم عنا وعنهم وعن إخواننا المؤمنين أخواتنا المؤمنات المعتقلين والمعتقلات في سبيل الظالمين من آل خليفة وآل سعود يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وليك الفرج وسهل له المخرج جعلنا من أنصاره وأعوانه مستشهدين بين يديه في جملة أولياءه اللهم بحق وانصرنا وارحمنا به يا الله يا خير الغافلين ورحمة الراحمين وخير الناصرين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليه وعليهم أجمعين إلى أرواح موتى المؤمنين ومنات موتى الحاضرين المؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث لهم الثواب وابعث لموتى المؤمنين ومنات موتى الحاضرين المؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.